المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية. انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية وافتتاح المعرض المصاحب له بمشاركة 50 شركة. والبنك الدولي يحذر من تزايد الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة. نشرة اقتصادية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقر الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشدد المركز على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، حيث تم بالفعل الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، وكذلك انتقال نحو 25 وزارة وعشر جهات مستقلة و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم، مضيفا أنه تم توفير أوتوبيسات من خارج العاصمة لنقل الموظفين للحي الحكومي إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف المرتبط بمترو الأنفاق والذي يصل للعاصمة. تابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تطورات السياسات العامة حول العالم ونقل الاتجاهات المبتكرة تمهيدا لتبنيها في مصر بهدف تعزيز التوجه والاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر. وأشار المركز إلى أن مصر احتلت المرتبة الخامسة على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا في مؤشر الهيدروجين الأخضر لمؤسسة فيتش عام 2022، ومن المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بما يتراوح بين 10 إلى 18 مليار دولار نتيجة مضاعفة اقتصاد الهيدروجين بمعدل 7 مرات بحلول عام 2050. اتخذت الدولة خطوات مهمة في طريق التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع تنفيذ مشروعات عملاقة في قطاع الطاقة النظيفة، نتابع المزيد عن تلك الجهود في التقرير التالي. جهود حثيثة تبذلها مصر على طريق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ووفق خطة واضحة تسير الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تحقيق هدف التحول الكامل نحو الطاقة النظيفة.
ومن أجل تحقيق نقلة نوعية في ذلك المجال، اعتمدت الدولة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والتي تأتي بهدف تطوير اقتصاديات الهيدروجين محلياً عبر ثلاث مراحل، بدأت عام 2022 بتحفيز ودعم تنفيذ مشروعات لوضع الأسس لإنتاج سوق تصدير الهيدروجين منخفض الكربون. كما تسعى الدولة لتحقيق مرحلة التوسع عام 2030 بتأمين مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين ودعم إزالة الكربون على نطاق أوسع في مصر، وصولا إلى مرحلة السوق المتكامل في عام 2040، بالحفاظ على مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون وتأمين مستقبل مصر منخفض الكربون في قطاعي الصناعة والنقل. ليس ذلك فحسب، بل تعمل مصر من خلال السعي الدؤوب على الانتهاء من تنفيذ الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها على هامش مؤتمر كوب 27 مع 9 مستثمرين عالميين لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي تبلغ كلفتها الاستثمارية نحو 83.6 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة توفر قدرات طاقة متجددة بنحو 9.7 جيجاوات في المرحلة التجريبية وتصل لنحو 36.5 جيجاوات في المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة. وبجانب الأهمية الاستراتيجية لتلك المشروعات، فإنها تتيح أيضاً نحو 44 ألف فرصة عمل مباشرة و 220 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتساهم في خفض الانبعاثات بمقدار 37.6 مليون طن سنوياً. وفي هذا الإطار، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء دراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، ومن المنتظر عند اكتمال المشروع أن يخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ويوفر الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية. ومن المتوقع عند اكتمال جميع مراحل المشروع أن يوفر لمصر ما يقدر بنحو 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى خلق فرص عمل تصل إلى نحو 120 ألف فرصة عمل. في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. انطلقت فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية بمشاركة رؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء في هذا القطاع الحيوي، وذلك تحت شعار نحو الاستفادة من 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية من أجل مستقبل مستدام وخال من الكربون. ويشهد المنتدى المقرر عقده على مدار يومين جلسات نقاشية متنوعة تركز على استراتيجيات قطاع التعدين المصري لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والدولية مع المستثمرين. كما تم افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى، والذي يضم أكثر من 50 شركة تعدين محلية ودولية عارضة. بحثت وزارة الزراعة مع مسؤولي الفاو المشروعات والأنشطة المشتركة بين الجانبين، وأشار وزير الزراعة السيد القصير إلى ضرورة التعاون مع المنظمة الدولية في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر التي تنشأ عن الأحداث المناخية، والتعاون في مجالات تطوير منظومة التعاونيات الزراعية خاصة التي تدعم الصغار المزارعين، وكذلك نقل تجارب بعض الدول الرائدة في التعامل مع مشكلة الحيازات الصغيرة. تقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر الذكاء الاصطناعي و17 مركزا في المؤشر الخاص بالمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وخلال فعاليات ختام الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات بمجال الذكاء الاصطناعي، أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات أن أهمية المبادرة تتمثل في كونها تتعلق بأحد أبرز تخصصات الاتصالات وهو الذكاء الاصطناعي،
داعيا إلى استمرارية في التعلم واكتساب المزيد من المعرفة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة. ألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط كلمة مصر خلال افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة في نيويورك، والمنعقد تحت شعار تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات. قالت السعيد إن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية 2030، مؤكدة أن الحكومة تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية. حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا من أن الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة يهدد بتعميق الفقر في العالم النامي، وذلك خلال اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة 20 تستضيفه الهند. وأعرب بانجا عن خوفه من أن عدم تحقيق تقدم في مجال التغير المناخي يهدد بانقسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقراً، والذي تسبب في تبعات مؤلمة على الدول الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه. أدى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى انخفاض قياسي في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، وفق دراسة حديثة أشارت إلى أن رفع البنك المركزي البريطاني السريع لمعدلات الفائدة منذ نهاية 2021 أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري. المزيد في سياق هذا التقرير. تسببت الأزمة الاقتصادية واستمرار معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في انخفاض قياسي في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بحسب دراسة حديثة. الدراسة التي أجراها مركز ريزوليوشن للأبحاث أفادت أن ارتفاع أسعار الفائدة وسط التضخم منذ التعافي بعد جائحة كوفيد أدى إلى تراجع ثروة الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والمقدرة ب 2.1 مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي. وذكر المركز البحثي أن بريطانيا استفادت من طفرة ثراء غير مسبوقة في العقود الأخيرة، حيث زاد إجمالي ثروة الأسر البريطانية من 300% من الدخل الوطني في الثمانينيات إلى 840%. ويشير المركز المتخصص في سياسات مكافحة الفقر إلى أن رفع البنك المركزي البريطاني السريع لمعدلات الفائدة منذ نهاية عام 2021 تسبب في ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتراجع أسعار المساكن وكذلك أسعار سندات الخزينة البريطانية والشركات. ووفقا للدراسة فإن صناديق التقاعد تعد عادة أكبر مصدر لثروة الأسرة في بريطانيا، وأدى تراجع أسعار السندات الحكومية إلى تخفيض القيمة الدفترية لأصول تلك الصناديق، الأمر الذي جعل ثروة الأسر البريطانية لا تمثل حاليا سوى 650% من الدخل الوطني البريطاني مطلع عام 2023، وهي أكبر نسبة تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن شأن هذا التراجع في ثروة الأسر البريطانية تقليل التفاوت بين الأجيال الذي زاد على مدى السنوات الأربعين الماضية، بحيث استفادت الأجيال الأكبر سنا من الطفرة العقارية، بينما وجد الأصغر سنا أنفسهم محرومين من امتلاك عقار. ويساهم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة الضغوط على الموارد المالية للأسر التي لديها قرض سكني، وعلى العكس قد تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى انخفاض أسعار العقارات والسماح للمتعاقدين بالحصول على مستوى معيشي أفضل من خلال زيادة عائدات صناديق التقاعد بحسب الدراسة.
توقع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرغل أن يلعب الغاز الطبيعي دورا على المدى الطويل في أسواق الطاقة العالمية، وأضاف أن التحدي يكمن في موازنة الاحتياجات للإمدادات الإضافية على المدى القصير في وقت تتعرض فيه السوق العالمية للتقلبات مع الاحتياجات على المدى الطويل التي تتمثل في تحقيق أهداف المناخ. تعتزم اليابان اقتراح بناء مخزون عالمي من الغاز الطبيعي على الوكالة الدولية للطاقة على غرار احتياطي الطوارئ في قطاع النفط للمساعدة في تجنب النقص في المستقبل وتحقيق استقرار الأسعار. ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر أن الحكومة اليابانية ستقترح وضع إطار لتخزين الغاز من قبل الدول الأعضاء، ومن المقرر طرح هذا المقترح خلال مؤتمر طوكيو اليوم. قال مسؤول حكومي إن واردات الهند من النفط الخام الروسي من المرجح أن تنخفض بسبب قلة الخصم ومشكلات الدفع، مما يجبر المصافي على السعي لزيادة وارداتها من النفط من مصادر أخرى بحسب وكالة رويترز. وأوضح المسؤول الهندي أن الخصومات على خام الأورال الروسي تراجعت إلى ما بين 3 و3.5 دولار للبرميل، وكان الخصم يتراوح بين 8 و9 دولارات للبرميل. باتت روسيا أكبر موردي النفط إلى الهند بعد أن أحجمت الدول الغربية عن شراء الخام من موسكو، وتعول مصافي التكرير الهندية كثيرا على النفط الروسي بسبب التخفيضات الكبيرة على الأسعار القياسية لخام برنت. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعدما تراجعت بحوالي 4% على مدار الجلستين السابقتين بعد بيانات النمو الاقتصادي الصينية الضعيفة، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3% لتصل إلى 78.75 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس ب4% عند مستوى 74.38 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب وسط ترقب بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية للبلاد، وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 4% عند مستوى 1963 دولارا للأوقية، كما زادت العقود الآجلة للذهب بما يقارب 11 دولار لتسجل مستوى 1966 دولار للأوقية. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع تركيز المستثمرين على نتائج الأعمال الفصلية للشركات، كما تترقب الأسواق قراءة التضخم في المملكة المتحدة. وصعد المؤشر الرئيسي ستوكس يوروب 600 بنسبة 2%، كما زاد كاك الفرنسي بقيمة 1%، وارتفع فوتسي البريطاني ب 0.3%، بينما تراجع داكس الألماني بنحو 0.7%. تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملاتها اليوم، وارتفعت الأسهم اليابانية في أول جلسات تداولها هذا الأسبوع عقب العودة من عطلة رسمية أمس بدعم ارتفاع أسهم المصارف والأسهم المرتبطة بالشرائح الإلكترونية. كما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية يابانية هامة حول الميزان التجاري ومؤشر التضخم لشهر يونيو. ارتفع المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو بنهاية الجلسة بنسبة 0.3%، بينما تراجعت الأسهم الصينية ليهبط مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 37% عند الإغلاق. انكمش نشاط قطاع العقارات في الصين مجددا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.2% بعدما توسع لفترة قصيرة للأمد في الربع الأول، مما يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد.
وأشار مكتب الإحصاء الصيني إلى أن الانكماش جاء نتيجة لتراجع الاستثمار العقاري بوتيرة أكثر حدة خلال النصف الأول من هذا العام، ومع انخفاض مبيعات المنازل في يونيو، بينما انخفضت أسعار المساكن في الشهر للمرة الأولى هذا العام. سجلت مجموعة إيفرغراند الصينية خسائر مجمعة بأكثر من 81 مليار دولار على مدى عامين بحسب نتائج الشركة التي أصبحت من الأكثر مديونية بالعالم، كما تجسد أزمة أوسع في قطاع العقارات بالصين. المزيد نتابعه في هذا التقرير. حالة من الاضطراب يعاني منها قطاع العقارة الصيني، مع فشل مطورين رئيسيين من بينهم إيفرغراند في إكمال مشاريع إسكان، ما أثار احتجاجات وتوقف زبائن عند دفع أقساط قروضهم. نشاط قطاع العقارات في بكين انكمش مجددا وبنسبة 1.2% خلال الربع الثاني من هذا العام، بعدما توسع لفترة قصيرة الأمد في الربع الأول، ما يزيد من التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد. هذا التراجع يبدد مسار توسع القطاع للمرة الأولى منذ 2021، إذ ألقى الركود في سوق العقارات بثقله على التعافي الاقتصادي بثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويضع مستهدف نمو بنسبة 5% في خطر. في الوقت نفسه سجلت مجموعة إيفرغراند الصينية خسائر مجمعة بأكثر من 81 مليار دولار على مدى عامين بحسب نتائج الشركة التي أصبحت من الأكثر مديونية بالعالم، كما تجسد أزمة أوسع في قطاع العقارة بالصين الذي يمثل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي. يأتي انكماش قطاع العقارات بعد أن أظهرت بيانات حديثة أن الاستثمار العقاري تراجع بوتيرة كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، كما انخفضت مبيعات المنازل في يونيو الماضي، فيما خفضت العديد من بنوك وول ستريت بما في ذلك جي بي مورغان وسيتي جروب توقعاتها للنمو في الصين بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال. من جانبها أكدت وكالة بلومبرج تزايد الدعوات لتقديم مزيد من التحفيز الاقتصادي، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتخذ بنك الصين المركزي خطوات معتدلة لتيسير السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. صرح رئيس البنك المركزي الألماني واكيم ناجل بأن البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين والتي جاءت دون التوقعات تذكر أكبر الشركاء التجاريين بضرورة التنويع. وقال ناجل إن الأمر يزداد صعوبة ويجب تقليل الاعتماد التجاري على الصين بحسب وكالة بلومبرج. تعتبر الصين أهم شريك تجاري لألمانيا خلال عام 2022 للمرة السابعة على التوالي، بإجمالي صادرات وواردات بلغت 298 مليار و900 مليون يورو. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن القيود التي تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لفرضها على الاستثمارات الخارجية للصين لن تضر بشكل كبير بقدرة بكين على جذب الاستثمار الأمريكي. وذكرت يلين أن القيود ستكون محددة بشكل دقيق جدا، كما ستركز على قطاعات قليلة لا سيما أشباه الموصلات والحوسبة والذكاء الاصطناعي. وأكدت يلين أن الخطوات التي يجرى التخطيط لها فضلا عن ضوابط التصدير الحالية لم يكن المقصود منها انتقاما من أي إجراءات محددة من بكين أو للحد من النمو الصيني. انتهت النشرة الاقتصادية، وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.